والبداية مع صورة لصلاة الفجر من مسجد آيا صوفيا في أول أيام العام الجديد، نالت إعجاب كثيرين على السوشيال ميديا ببدء هؤلاء الأتراك حياتهم الجديدة في هذا العام بالصلاة. أمام حضراتكم هذه الصورة من داخل مسجد آيا صوفيا، بل إنه كان هناك طوابير أيضا بالمئات خارج المسجد. صورة رائعة للغاية، لأننا نشهد بعض الأعمال الخارجة عن الشريعة الإسلامية تحدث مع الأسف الشديد مع بداية كل عام ميلادي جديد، ولكن هؤلاء يرسمون لنا صورة رائعة تجلت في هذا المشهد من داخل مسجد آيا صوفيا. أما المصلين في هذه الصلاة، السيد علي أرباش رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية. عموما دعوني أرحب الآن بالدكتور محمد خليفة أبو ناصري الداعية الإسلامي الذي ينضم إلينا عبر سكايب. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد. أهلا وسهلا أستاذ علاء، هنا على القناة وجميع المشاهدين والمتابعين لقناتكم الغراء. الله يبارك في حضرتك يا رب ويحفظك دايما. بداية، بماذا تعلق على هذه الصورة الجميلة التي نالت إعجاب الجميع على السوشيال ميديا بأداء الآلاف من الأتراك لصلاة الفجر في أول أيام العام الميلادي الجديد؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، نعم، الذي قام به إخواننا في تركيا وتحديدا أهل صلاة الفجر عندما ذهبوا شيء يذكر فيشكر، ونبهوا أيضا سواء كان بقصد أو بغير قصد إلى أن ما ينبغي أن يفعل هو الاهتمام بالفرائض، وخاصة الصلوات، وأخص من ذلك صلاة الفجر، لأن من يحافظ على صلاة الفجر فهو من باب أولى أن يحافظ على بقية الصلوات. نعم. وهذه المسألة